يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنا. النهارده هنعمل مع بعض سندوتش اللحمه بصوص التشيدر، وبعد كده هنعمل ميلك شيك المانجا. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من اللحمه انتركوت بقى او سيرلوين او اي قطعيه نحبها، ونقطعها تقطيعه كده شبه الفاهيتا. عندي اوريجانو وبابريكا وطبعا ملح وفلفل للحمه. عندي هنا شويه من البصل المكرمل، زي ما احنا عارفين بصل سكر ملح، واديله نص ساعه على نار متوسطه. لصوص الشيدر عندي لبن، جبنه شيدر حمراء وبابريكا. عندي للميكس اللي هنعمله زبده تبقى درجه حراره الغرفه، معاها توم مشوي ومهروس، معاها شويه من البقدونس، واخيرا عندي هنا لقمتين من الباجات، الميني باجات، نقدر نستعمل حتى عيش فين ونقدر نستعمل اي عيش احنا حابينه. طيب على طول كده هنزل بالزيت في الطاسه، وعلى ما تسخن الطاسه بتاعتي هتبل اللحمه. عندي هنا البابريكا، عندي الاوريجانو، عندي الملح، واخيرا فلفل اسود. خلاص ندي فرصه بس للزيت بتاعنا يسخن. في بوله كده بره هاخد التوم اهو، ننزل بالزبده الاول. الزبده اهي، ننزل بالثوم، وهنزل بشويه من البقدونس. خلاص وهنقلب بقى الكلام ده كويس قوي. خلاص لحد ما يبقى عندي ايه المنظر الجميل ده. ده اللي هنفرده، بص كده معايا، ده اللي هنفرده في الساندوتش تحت اللحمه. خلاص جاهز اهو وعلى جنب. اول باول كده ننضف الدنيا حوالينا، نشتغل على نظافه لما نخلص ما يبقاش عندنا حاجات كتير نعملها. الكاسرولة بتاعتي برضو سخنت، هنزل الاول باللحمه، اديها تقليبه حلوه كده، ونديها فرصتها تبتدي تاخد السوا بتاعها. في الكاسرولة بتاعتي هنزل باللبن، وعلى طول كده زي ما هو هنزل بالجبنة، وهنزل بالبابريكا. هرفع الكاسرولة بتاعتي على النار واستناها ايه تسيح. البصل المكرمل بتاعي جاهز بره. بصوا بقى التركه دي، هاخد سنه من ميكس الزبده اللي عملناه عشان السندوتشات، هنحطه في الطاسه مع اللحمه بتاعتها، يدينا طعم غني كده اهو، ونقلب. هناخد البصل المكرمل، بصوا اول ما نلاقي اللون الزهري ده اختفى من اللحمه هنزل بالبصل، قلب تقليبه حلوه. حلو قوي، بضرب صوص الشيدر بتاعي اول باول كده لحد ما يتقل معايا. انا رافع صوص الشيدر بتاعي من على النار، خلاص هو سخن، وعمال بقلب كده لحد ما يسيح وياخد القوام اللي انا عايزه. اللحمه بتاعتي اهي، عظمه عظمه. هاخد اللحمة، هنزل بيها هنا اهو، نجيب العيش بتاعنا اهو، نجيب طبق كده نبني فيه الساندوتش مع بعض. ناخد الزبدة بتاعتنا، هندهن، بصوا بقى ايه شوية حلوين كده يبقى مغطي ده كله، لان احنا مش عاملين صوص، ده هيبقى بديل الصوص في السندوتشات دي. فايه شويه حلوين كده نغطي بيها تماما اهو.
بص بقى هنعمل ايه؟ هنيجي على اللحمة وهنزل بصوص الشيدر. ندي تقليبة كده حلوة، ندخل كل الكلام ده مع بعضه. وعلى طول شارب بقى الصوص بتاع الجبنة جوه اللحمة، حاجة خطيرة. نقفل السندوتشات بتاعتنا، طبق التقديم. ننزل السندوتشات بتاعتنا، نبقى كده عملنا مع بعض ساندويتش اللحمة بصوص الجبنة الشيدر، مختلف جدا. جربوه، زي ما قلت لكم البصل المكرمل مهم، فالبصل المكرمل سكر وملح وشوية من أي نوع بصل احنا عايزينه، وصوص الجبنة الشيدر لو مش عايزين نعمله في الكاسرولة ممكن بمنتهى البساطة تبقى سلايسز جبنة عادية خالص تحت الكلام ده. طيب خلينا نطلع اخطف فاصل في السريع، اروق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. تروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك المانجا، ثلاث مكونات، ابسط حاجة في الدنيا. عندي ايس كريم فانيليا، طبعا ممكن يبقى ايس كريم مانجا لو حابين، عندي شوية من المانجا فروزن، وعندي اخيرا شوية من اللبن. طيب على طول كده هنزل بالمانجا، هنزل بنص كمية الايس كريم، وهنزل بشوية اللبن. هنضرب كده الأول واحدة واحدة. حلو قوي. دلوقتي هنزل بباقي الايس كريم، خلاص، وهنضرب بقى ايه على الهادي خالص. حلو قوي. كاسات التقديم، وعلى طول بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. انا بحبه اتقل كمان من كده. حلو قوي. عشان امهاتنا، ونبقى عملنا مع بعض ميلك شيك المانجا، وعملناه مع ساندوتش اللحمه، عملناه بالبصل المكرمل، وعملنا معاه صوص الشيدر. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.